خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عجيب أمر هذا الإنسان، لقد وهبه الله تعالى من المواهب والملكات ما استطاع به أن يحلق في الفضاء، وأن يغوص في أعماق الماء، وأن يسخر الموجودات، ويستأنس المتوحش من الحيوانات، وهو مع هذا كله تستفزه كلمة عابرة ويثيره خطأ غير مقصود قد يقع عليه، فيثور ويغضب وتستخفه التوافه من الأمور، فيستحمق على عجل ويحاول أن ينتقم لنفسه ويغضب لها ويثأر. هذا صنف من الناس تجده أمامك في كل مكان وزمان، ولكنه ليس هو الصنف الوحيد بين البشر، فهناك من يتعالى على تلك المؤثرات النفسية التي تدفعه إلى الغضب والثأر من الآخرين، ويلجأ إلى الله تعالى يستمد منه قوة الصبر والحلم، ويستعيذ بالله من نزغات الشيطان، فيكظم غيظه ويعفو عمن ظلمه، ويتجاوز عمن أساء إليه أو أخطأ معه أو حاول أن يستثيره ويستفزه. هل تستطيع أن تجد إنسانا مبرئا من كل عيب؟ لا تصدر منه زلة تجاهك، أو لا يقصر في القيام بحق من حقوقك، وبخاصة في مواقف هي محك الصبر والحلم والكشف عن معادن الرجال، كالتعامل بين الناس والسفر والحج والزحام وغيرها من المواقف التي تشتبك فيها المصالح وتتعارض. إنك لو ذهبت تدقق الحساب مع أخيك على كل هفوة وعلى كل صغيرة وكبيرة، فلن تظفر بأخ لك وفي خال من العيوب مبرئ من الزلل، وستبقى عندئذ وحيدا فريدا. ألا ترى كيف حرص الإسلام أشد الحرص على توجيهنا إلى العفو، وهو التجاوز عن الأخطاء وترك العقاب عليها سماحة ويسرا وطيب نفس. وإذا كان العفو من الله تعالى عن العباد هو تجاوزه عن ذنوبهم، فإنه من العباد ستر بعضهم على بعض. نور الله صباحكم بالخير والبركة، ومتعكم بالصحة والعافية. خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح.